بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بالكرام إخواننا المهتمين بشؤون زراعة الخضر والبيوت المحمية. أهلا وسهلا بحضراتكم. والسؤال اللي بيتسأل على طول، هل ينفع إن أنا أرش نترات الكالسيوم؟ شوف يا عمي، هو في مركبات كالسيوم أساسا جاهزة، ممكن كالسيوم يكون وحده مخلب، ممكن يكون فيه كالسيوم مع بورون، الاثنين مع بعض بترش في مرحلة معينة وهي مرحلة أو قبل مرحلة التزهير مباشرة وأثناء مرحلة التزهير عشان بحسن من الخصائص بتاعة الثمار، وكمان بيحسن من عملية التلقيح، وإن هو بيعمل على إن حبوب اللقاح تكون عندك جيدة وإن التلقيح يحصل عندك بصورة سليمة. تمام. كمان الكالسيوم يا جماعة مشكلته الأزلية، إن لو عندي نقص كالسيوم، خد بالك من الحتة دي كويس وركز معايا، تعرف لو حصل عندك نقص نيتروجين مش هيأثر قوي على الطماطم، يعني هتلاقي حباية الطماطم ممكن تكون عادية. تمام. الخيار ممكن يكون عادي، مع إنه ممكن يكون اللون أصفر شوية لما الورق بتاع الخيار بيبقى كبير، والثمار لو في نقص نيتروجين عندك بتلاقيه التظليل مع هشطح منك شويه، التظليل مع نقص النيتروجين او ان انا ما بحطش نيتروجين كويس النبات، بتلاقي الثمره بتاعت الخيار بتلاقي لونها مصفر شويه كده. تمام. كل ده ما يزعلنيش، لكن مشكلتنا في الكالسيوم ان الخياره بتبص تلاقيها مدببه من بره، خراب بيوت للمزارع. ليه بروح؟ ما فيش، بتتباع ازاي؟ هي وضعها كده. طيب لو جينا على الطماطم هنلاقيها فيها اللطعه اللي بيسموها راس المسمار، مش راس المسمار او عفوا الطرف الزهري. تمام. دي مصيبه سودي. تمام. او في طماطم بتتباع بالمنظر ده، طبعا هتوديها السوق هتترمى في وشك وما تنفعش اساسا ان هي، اذا فقط اقتصاديا الدنيا خربانه معاك. تمام. الخص لو حصل مثلا نقص في الكالسيوم اللي بيحصل احتراق الحواف بتاعت الورقه، الارنبيط بتلاقي اللون بتاع القرص باللون البني متلون. المهم الكالسيوم ده هو مشكلته اذا نقص في اي محصول بيخرب البيت، خصوصا الخضر، وخصوصا الاربع محاصيل دول بيبقى ظاهر جدا عليهم، وضيف اليهم كمان الكوسه، وممكن في حاجات اكون انا يعني تايه عني. لكن اللي اقصد اقوله لحضرتك ان النبات لو خد حقه من الكالسيوم، الخصائص الثمرة نفسها بتكون ممتازة والإنتاجية بتكون عندك ممتازة، لأن ده بينعكس على إن التلقيح بيكون كويس والثمار عندك بتكون يعني الجودة بتاعتها ممتازة جدا. تمام. طيب خلينا في موضوعنا بقى، هو حتة الكالسيوم يترش ولا مترشش. أولا النبات بيحتاج الكالسيوم بكمية كبيرة، تمام، زيه زي أي عنصر من عناصر الكبرى، الكالسيوم من العناصر الكبرى، إذن فالنبات بيحتاجه بكميات كبيرة. تمام. طيب طالما بيحتاجوا بكميات كبيرة، إذا فبنحطه في الجذور. تمام. ليه؟ لأن لو عندي عناصر صغيرة، العناصر الصغرى، حديد ومنجنيز وزنك الكلام ده كله وبورون الكلام ده، ممكن نضيفه في التربة. تمام. أو ممكن نرشه على النبات وأموره بتبقى طيبة. لكن الكمية الكبيرة من الكالسيوم اللي بيحتاجها النبات عشان أرشها هنلاقي فيها صعوبة، هنلاقي فيها صعوبة في عملية الرش. إذن بنضيفها في من خلال الجدر. تمام. سواء كان ري غمر عندك او ري بالتنقيط. تمام. طيب لو انا عايز ارشها هل ينفع؟ ينفع ترشها، ما فيش اي مشكله خالص في انك ترشها، وفي ابحاث اجنبيه وصلت لخمسه وفي ثمانيه، بس انا مش عايز اقول لك الرقم ده يعني. تمام. خليك في 3 جرام في لتر الميه، هم وصلوا لخمسه لتر، الخمسه خمسه جرام في لتر المية كالسيوم، 5 جرام نترات كالسيوم في كل لتر مية عشان ترشه على الورق، بس لازم ما يكونش فيه حرارة ويكون ترش فيه البرودة. تمام. طب ما بدل ما السؤال الرخم ده هو ان انا ارش نترات الكالسيوم والناس تقعد تقول لك انا رشتها، لا خلي بقى يعني خلي ضيف شوية أرضي وحاول ترش من الكالسيوم اللي هو مخصوص أو مصنع خصيصا للمعاملات الورقية، أو إن أنا أرشه رش ورق. تمام. لكن عايز ترش نترات الكالسيوم رش نترات كالسيوم، ما فيش أي مشكلة خالص. لكن مشكلتنا فيها زي ما قلت لك إن هي كميات يحتاجها النبات بكميات كبيرة، فلما هرشها تكون غير اقتصادية. غير اقتصادية ليه؟ تم تعالى احسب بقى، هتجيب آلة الرش كل يوم وهتجيب العمال بتاعتك، شوف العامل بيكلف قد إيه النهاردة، ونقعد نرش نترات كالسيوم. تمام.
مع اني ممكن اضيفها في الجدر لو حسبتها هتلاقي يعني. لكن في ناس عندها مشاكل في الكالسيوم بالذات في بعض الدول بتحظر نترات الكالسيوم، زي اخواننا في فلسطين محظور عليهم قصة الكالسيوم دي، النترات بالذات يعني، تمام. فبيضطر ان هو لو حصل على كيس ولا حاجة فبتلاقيه برشه عادي، ما فيش اي مشكلة خالص، ممكن ترش نترات الكالسيوم بمعدل 3-5 جرام في لتر المية. لازم يكون الرش في الصباح الباكر او في ظروف ما يكونش فيها الحرارة عالية. من مميزاتها ان رش الكالسيوم ان هو هيبقى على النبات مباشرة، وبالتالي هيختزل قصة ان هو يمتص الجدر، وبعد الجدر يوصل للمرحلة ان هي توصل للأوراق، ده بياخد وقت كتيرة. لكن لما بترشه على المجموع الخضري فده بيختصر لقصة الأول مرحلة اللي هي مرحلة الامتصاص، وبعد كده يتوزع على بقية أجزاء النبات، تمام. طيب بالنسبة للكالسيوم بقى مشكلته في لو في رطوبة عندي، لو في رطوبة، تمام. مشكلة الرطوبة ايه؟ وركز في دي بالله عليك، مشكلة الرطوبة ايه مع الكالسيوم؟ مشكلة الرطوبة مع الكالسيوم يا جماعة الخير، والله اعملها فيديو عشان الناس تاخد بالها، لان خد بالك في لما بتعمل فيديو عن 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 جزئية معينة الناس بتحفظها، تمام. لكن لما بتقول المعلومة في وسط فيديو تاني كده الناس بتستقل بيها يعني، تمام. لكن الحاجة دي مشكلتها كبيرة جدا. حتة الكالسيوم علاقته بالرطوبة، لما يكون الجو مرطب في رطوبة عالية جنب النبات، تمام. النبات ورقة النبات دي في رطوبة، فبالتالي ما فيش نتح. ليه؟ لأن الضغط بره الورقة زي جوه، تمام. إذن ما فيش نتح، تمام. بيتوقف النبات إطلاقا عن عملية النتح، تمام. لأن الرطوبة بره ما فيش، الجو مش جاف، الجو رطب، تمام. إذن فيش مية بتطلع من النبات، تمام، تطلع من صغور الورق تطلع فوق. طيب طالما النبات المية واقفة في النبات، إذن فمعظم العناصر الكالسيوم نفسه بطيء الحركة، تمام. طيب المفروض ان هو لما بيتحرك امتى؟ لما الجو بيكون جاف بره، تمام. الجدر بيمتص من التربة عنصر البوتاسيوم وماشي في تيار المية من الجدر للساق للأوراق، ويطلع المية تطلع والكالسيوم شغال، ما فيش اي مشكلة خالص. لكن لو في رطوبة الكالسيوم بيقف، ودي اكتر حالات بيحصل فيها نقص كالسيوم، وديت انا شفتها في البلاد اللي بيبقى فيها رطوبة في الخليج عالية. لو انت مين بيحصل عندك نقص في نترات الكالسيوم الا اذا زودت عملية الري بتاعتك وحاولت تتدخل بالاسمدة الورقية الشديدة كمان، يعني ما نرش مثلا مركب زي الميتالوسايت مثلا، بنرشه بالكالسيوم، كالسيوم ميتالوسايت، بتلاقي اموره طيبة جدا، وغيره طبعا كتير من العملية مش واقفة على حاجة واحدة، تمام. فده اللي احنا عايزين نقوله على نترات الكالسيوم. شكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.